للرجوع فيها ألوان الفرح أو كل سكون لو الحياة فوها من أصل الوجود فيها ألوان الفرح أو كل سكون والألم لو هو ألم يخلق ندم بس أكيد اللي يصير ما من عدم والألم لو هو ألم يخلق ندم بس أكيد آدم كم بتاخذ كم بتعاطي كم يطول كم يطول عمرك دهر هذا محال بس لو تطال الزمن والزمن ليه هو زمان يسرع يا ختم العمر أحلى العمر بس لو تطال الزمن والزمن ليه زمان يسرع يا خدم العمر أحلى العمر الدنيا دي مو دايما لأنك شيء في زوال تبقى في نفس المكان تبقى في نفس الزمان تفقد الأمان كل الأمان الألم والاختيار والزمن لك اختبار رغم الألم والاختيار والزمن لك اختبار تركها بنفسه ولم تخرج هي ناشدا عن زوجها فهو المقصر في حقها ولا تحمل المرأة في كل وقت إنما يحمل الرجل عندما يكون مقصرا وتحمل المرأة أيضا عندما تكون مقصرة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة لا يعني أن الرجل هو القوام على المرأة بأن المرأة يهينها ويقصر في حقوقها ولا يعتبر شخصيتها لا بل عليك أن Mm-hmm.
لا حول ولا قوة إلا بالله. أبوي مات وأنت سبب موته. وأنت السبب في كل اللي احنا فيه، موت عمي وزواجنا أنا وحسان، حالة أبوي وحالة عمتي. لو سمحت أخرج من هذا البيت، احنا ما نريد نشوفك ولا نريد نعرفك. أنت مالك مكان في هذا البيت، اعتبر نفسك مثل أبوك، مت وشبعت موت. أنا أعترف إني غلطان، أعترف إني غلطان، وأعرف إن كل اللي سويته غلط، وجاي علشان تسامحوني. سامحيني يا أمي، سامحيني، أنا طالب رضاش وندمان على كل اللي صار. الندم عمره ما يصلح الغلط أو يرجع اللي راح. أنت ما تعرف تزرع، أنت تعرف تقلع وبس. سلمى، كلمي أمي عشان تسامح، وأنت بعد يا سلمى، أنت بعد سامحيني. حسن، مكانك. احترم المكان اللي واقف فيه، ولا تدخل بيوت الناس إلا بإذن أصحابها. بس هذه غرفتي. لما كنت حي هذه غرفتك. يعني إيش؟ يعني هي كلمة ورد غطاء. اطلع من هذا البيت يا غسان. انت انتهيت مثل كل الأشياء اللي تنتهي، واللي يدوس على أهله ما عندنا مكان حاله. حتى أنت يا حسان، وأنا أولهم أرفض وجودك في البيت. أنا مستعد أصلح غلطتك، مستعد يا أمي، أنا مستعد أتزوج سلمى. طلقها يا حسان، طلقها عشان أتزوجها وأرضيكم وأرضي أمي وأرضي أبوي اللي في قبره. طلقها. تأدب. جاي تصلح الغلط بغلط أكبر منه؟ هذه آخر مرة أشوفك أنا في هذا البيت، سامع؟ انسى أنك تعرفنا مثل ما نسيناك. Mm-hmm.
خبر يا ابوك يا بنت خميس انه يخرج من البيت بالزين والاحسان بدل لا اخرجه بالقوه، ولا يحس بنفسه بعده جالس في بيته، ولا ينسى موعد المحاكمه ترى قرب. هو في الحالتين بيترك البيت، لان بيته الجديد بيكون السجن. فاهمه يا بنت خميس؟ ما بودر بيتي، هذا البيت بيتي والكل يشهد انه بيتي، ما بحرق منه الا وانا ميت. لك الاوراق اللي عند مرشد تقول انك بايعته اياه، والبيت ما عاد بيتك يا ابوي. البيت بيتي وانا ما علي من كلام مرشد ولا من كلام غيره. تعالي يا بنتي سكني هنيك البيت مع ابوش مثل ايام زمان، وبكذي لا مرشد ولا غيره بيقدر يهددنا ويطلعنا من بيتنا. انا حالي حال البيت والمزرعه اللي بعتهم، وانا بعت. لا يا بنتي لا، أنا ما بعتش، صدقيني ما بعتش، أنا زوجتش لغسان. لكن حسان هو اللي زوجي، غسان رفضني مثل ما رفضكم ورفض كل شيء جميل في هذه القرية، وتريدني الحين أترك زوجي وأجي هنا؟ بس يا بنتي بس، لا زيدي ناري حطر، أنت بكلامش هذا تزيدي أوجاعي وهمومي، وأنا محتاج لحد يوقف جنبي ويخفف عني آلامي وهمومي. وأنا خليني أحترق وأتمزق داخلي؟ خلي النار تحرق فيني كل شيء علشان نطفي النار اللي في قلوبنا ونخفف الآلام والأوجاع. بعدني أطلب منك إنك تجيني عند البيت وتسكني مثل أيام زمان، وأنا مستعد إني أكلم حسان. حسان يترك أمه لمن بعد موت عمي؟ سامحني يا أبوي، سامحني. كلها تخوزنا كلها، كلها يخرب الزراعة إذا أنت ما اشتغلت تخرب الزراعة. هاي شغلكم ما كنت تعرفوه؟ خلاص اشتغل تشتغل. أيوة صح والله العظيم. بالفلوس تقدر تسوي كل شيء، وأنا مستعد أوقف معاك في كل شيء.
لو بغيت ممكن تكون هذه المزرعة جنة. أنا وأنت متفقين حتى لو اختلفنا. خلينا ننسى الماضي واللي صار ونحط ايدنا في يد بعض. أنا ما أريد إلا مصلحتك يا غسان. أنا متأكد إنك مستغرب مني ومن كلامي ومن اللي أقوله، بس أنا دورت عليك وما عرفت كيف أحصلك يا غسان. الحين تشاك في كل كلمة أقول لك إياها، عشان كذاك خذ وقتك في التفكير ولا تستعجل، ولما تكون مستعد اتصل فيني. تفضل هذا الرقم وتأكد إني ما أريد إلا مصلحتك يا غسان. تفضل. مثل ما قلت لك، حاول انك تبعدينها عن كل الامور والمواضيع اللي تخليها تتوتر. الصدمه كانت قويه وعقلها ما قدر يتحمل هذه الصدمه. وارجو يا ام امين ان كل اللي صار معكم انك ما تحسسينها بشيء، سواء بطريقه مباشره او حتى بالاعتذار. حاضر حاضر يا دكتور، ان شاء الله. الحين تقدرين تاخذينها يا ام امين. أنا الإنسان الوحيد في هالدنيا كلها اللي ما أحب الضيوف، قصدي ضيوف المستشفى طبعاً. أنت مكانك في البيت يا منى، ما في المستشفى، ولا يدور في بالك أنك مريضة. أنت بخير وبصحة جيدة، بس أبيك تهتمين بنفسك شوي، بتكونين أحسن من أول بكثير. يلا يا منى، يلا حبيبتي. يلا روح البيت، ترى كلنا محتاجين لك.
انت الغلطانه، ولسميره هذه ما تستاهل ابدا انك توقفي معها. لكن انت ما تسمعي كلامي، تريدي نصيحتي علشان ترتاحي؟ انسي سميره هذه، انسيها انسيها، وانسي انك تعرفيها بعد. انت ايش تقول يا عبد العزيز؟ سميره مهما سوت تبقى اختي وصديقتي، ومنى اعتبرها مثل بنتي. بعدين الحاله اللي فيها منى تستدعي اني اوقف معها حتى لو رفضت سميره. بعدين بيني وبينك يا عبد العزيز، انا مقدرة حالة سميرة، هي لان الحين ما قادرة تستوعب اللي صار. اللي صار معانا ولا اللي صار معاها؟ ايش تقصد يا عبد العزيز؟ اقصد ان سميرة هذه صاحبتش خلاص انتهت، واللي اطلبه منها احصل عليه بسهولة، واذا ما وافقت على كل طلباتي انا رايح افاجئها مفاجأة ما تخطر في بالها ابدا، وهذه المفاجأة تكون أكبر عن المفاجآت السابقة. أرجوك يا عبد العزيز، أرجوك، الحين ما وقت محاكم ومشاكل، اكفي الظروف اللي جالسة تعيشها سميرة. أنا بستغل هذه الظروف واضرب ضربة الكبيرة زين، واستولي على الشركة كلها، وبكرة تشوفي يا زوجتي العزيزة. ممكن أعرف إيش اللي تقصده من هذا الكلام؟ أنا نفسي طويل يا مدام، وحقي لا يمكن أتنازل عنه أبدا. إذا كان الجلسات الماضية ما حضرتيها فهذا ما معنى أبدا أني أتنازل عن القضية. والشيء الآخر اللي لازم تعرفيه هي القضية الجديدة، وهذه أحلى مفاجأة، لأني رايح أطالب أولاد أخوي أنهم يعيشوا معي في البيت، لأنك غير قادر على تربيتهم ورعايتهم بسبب تصرفاتك الطائشة اللي أنا ممكن أسميها تصرفات صبيانية. ولا قولي لي إيش ممكن تسوي في أولاد أخوي أكثر من اللي سويتيه. منى دخلتيها مستشفى الأمراض النفسية، وأمين خليتي يلجأ إلى الطريق الغلط، لأنك أنت كلك على بعضك غلط في غلط. بس ولا كلمة، ما أسمح لك تتمادى معي بالطريقة هذه مرة ثانية. ما تتكلم معي بهالطريقة يا عبد العزيز، وإذا لك حق روح أخذه في المحكمة، وأنا حرة بكل اللي سويته. ويكون بعلمك أولادي أنا أولى بتربيتهم، ما من حق أي حد يتدخل في حياتهم. والحين يلا تفضل اطلع برا.
لا تتفائلي أكثر من اللازم يا مدام، لأن ممكن هذا التفاؤل يخليك تدفع الثمن غالي. والأيام بيننا يا أستاذة، على يدك. بعدك صغير على اللعب يا شاطر، اكبر شوية عشان تعرف تلعب شوية. سمي يا عيسى، اللي يتعاون معي عمره لا يخسر ولا يندم. أيوة مدام سميرة، تعالي المكتب عندي. حاضر. أيوة أخت فوزية. انتظرني شوية يا سالم لغاية ما أطلع من عند المديرة. إن شاء الله بخير. صباح الخير. اهلا، صباح الخير. تشتغل هنا في الشركة؟ اي نعم اشتغل. صار لك زمان؟ والله انا كنت في المواقع الخارجية والحين رجعوني المقر الرئيسي. عشان كذا ما شفتك يعني. الله يخليك، فرصة سعيدة. يا اهلا وسهلا. يا مرحبا. اريدك تدوري لي على كل تليفونات عبد العزيز، خاصة بيته في صحار، وشوفي لي بالمرة تليفون زوجته وولده سعود، بس على فكرة من غير ما حد يعرف عن هذا الموضوع. إن شاء الله. هو ممكن شخص واحد يقدر يساعدك بهذا الموضوع. مين يا أستاذة؟ صالح سعيد مسعود، المدير المالي السابق. إن شاء الله. حاضر يا أمي. تفضلي. طيب يا عبد العزيز، إن ما قلبت لك عليها واعطيها ما اسمي سميرة. خير؟ إيش في بعد؟ غسان يريد مقابلتك. كم مرة قلت لك هذا المخلوق ما بيأشوفه في الشركة؟ تصرفي معه. أريدك تصور هذا القرار بعدد الدوائر والأقسام الموجودة في الشركة وتوزعه على الجميع الحين. إن شاء الله ولا يهمك. ما وافقت تقابلك يا غسان. ما عرفت ليش تريد أرقام تليفونات عبد العزيز؟ لا يا فوزية، ما عندي أرقام الجديدة، لكن طمني أم أمين إنه خلال هذا اليومين أجيب لها أرقام كلها له. مع السلامة. ضد عبد العزيز أخدمك بعيوني يا أم أمين. ايش؟ هلال بن سالم مدير مالي للشركة؟ ايه هلال، ما اريدك تظن ولو للحظة واحدة ان هذا المنصب منصب تشريف او تكريم. كل منصب اي كان نوعه منصب مسؤولية، مسؤولية كبيرة، ولازم صاحبها يكون على قد المسؤولية هذه ولا انه احسن لا يعتذر. بس ما اعتقد انك عينتيني في هذا المنصب الحساس الا بعد دراسة كبيرة وثقة اكبر. ثقة؟ لا،
ثقة الأيام صارت معدومة يا خلال. بس لما عرفت عن دراستك وأنك لك خبرة طويلة في الأمور المالية، كل هالمقاومات خلتني أني أعينك في هذا المنصب. وإن شاء الله إن شاء الله أنا بكون عند حسن ظنك يا سادة سميرة. أول شيء أريدك تسويه هلال مراجعة موازنات الشركة والمشاريع اللي عملناها، وبالمرة تجرد لي الخسائر والفوائد خلال 15 سنة. 15 سنة؟ ليش؟ تنفذ من غير ما تسأل. عفواً أستاذة سميرة، دراسة القانون عرفتني أني لازم أناقش قبل أن لا أخطو أي خطوة. أوعدك في الوقت المناسب راح تعرف كل شيء. وبعدين على فكرة يا أستاذة، ترى هذا الموضوع يحتاج إلى وقت كبير. عادي، أخذه معك في البيت وسهر عليه ليل ونهار. على فكرة بتكون لك مكافأة مجزية نظير قيامك بهذا العمل. بس عاد ما وصيك، ما أريد أي مخلوق يعرف أني أنا كلفتك بهذا الموضوع، حتى لو كان عبد الحميد بنفسه. ترجع تقول ليت اللي صار واللي صار ما كان، ترجع تقول ليت اللي صار واللي صار ما كان. في نفس المكان تفقد الأمان، كل الأمان، وتعيش في دوامة ندم أو في العدم. Hello.